سبحان الله، ديننا الإسلامي العظيم يعلمنا الرحمة والرفق بالحيوان، فهذا الحيوان ألا حيوان القطة الصغيرة، امرأة رأت يعني سبحان الله هرة، يعني قطة مثل هذه، فحبستها، لم تطعم القطة ولم تترك القطة لتأكل من خشاش الأرض، فسبحان الله أصبحت هذه من أهل النار. وهناك امرأة أخرى رأت كلب أعزكم الله يلهث الثرى، فأتت بالخف بالنعل ثم ملأته ماء ثم سقط إيش الكلب، فغفر الله لها. وهناك أحاديث كثيرة جدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرحمة بهذه الحيوانات. فأود أن يعني نوصل رسالة إلى العالم بأسره أن نحسن وأن نرحم الحيوانات، فديننا الإسلامي دين عظيم وجميل. فهذه قطة صغيرة سبحان الله تحتاج إلى الرحمة، تحتاج يعني سبحان الله إلى أن يعطف عليها الإنسان، وسيكافئ ربنا سبحانه وتعالى من أحسن إلى هذه الحيوانات. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. ولو عجبتكم القطة الجميلة دي ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا إعجاب للفيديو.